إذا علم المرء أن مصيرا مؤلما ينتظره لأنه فعل فعلا ما، سيجتهد أن يجتنب هذا الفعل. لماذا لا يحرص الناس على أعمالهم فيصلحوها، وعلى أقوالهم فيضبطوها حتى لا تنزل أقدامهم، وحتى لا يكون مصيرهم هذا المصير الموجع الذي أخبر عنه ربنا سبحانه؟ ولهذا بعد أن ذكر ربنا عز وجل النار وما ترمي به، ثم تكلم عن شدة النار وعن حال هذه النار وعن صفة لون ما يخرج من هذه النار، قال ربنا عز وجل: ويل يومئذ للمكذبين. ويل، هلاك، هلاك ودمار وذوار، أو ويل واد في نار جهنم، لمن؟ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون، في هذا اليوم لا تسمع صوتا، لا تسمع صوتا، لا تجد إلا همسا، كما قال ربنا عز وجل: لا يملكون إلا الهمس. والهمس هو الصوت الخفيض الذي تكاد أن تسمعه، للهمس، هذا هو الهمس. أما في ذلك اليوم لا يتكلم أحد إلا من أذن له الرحمن. وهل يأذن الرحمن عز وجل لهم بالكلام؟ لا يأذن لهم ربنا عز وجل بالكلام. كانوا في الدنيا يتكلمون ويتنعمون ويجرون، خلاص ما كان لهم في الدنيا لا يكون لهم في الآخرة. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ليس هناك مجال إن ربنا عز وجل يأذن لهم ليقدموا المعذرة عن كفرهم وتكذيبهم، هيقولوا إيه؟ ماذا يقولون؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما من أحد يقع في المعاندة والمخالفة إلا وبراهين الحق تدمغه، مش برهان واحد، لا، براهين الحق تدمغه. ولذلك هيهات أن تكون لهم هذه الفرصة ليقدموا عن أنفسهم المعذرة بين يدي الملك. ولا يؤذن لهم فيعتذرون، والفاء هنا هي الفصيحة التي عطفت الاعتذار على الإذن. ولذلك لم يحسن أن يقول: ولا يؤذن لهم فيعتذروا. ثم قال ربنا عز وجل: ويل يومئذ للمكذبين.